السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير كيف العاده. مهمه البنات، جيت عند محمد. ها هو. السلام عليكم. مرحبا. ربي يخليك. مهم البنات، بغيت نوريكم بلاكيو اللي راهم عنده جداد، دخلت شي حويجات جداد وحتى الروايح، شي حاجه راني كنت شفتو دارها في انستغرام. يمكن هما هادو الرمان و مهم ما نسبقوش الاحداث. مهم البنات كما العاده ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، تعليق زوينه ديالكم والبارطاج. بالنسبه للمحل ديال محمد، جاي مع المحل ديال المعرض. مهم حتى هو غادي ندير لكم دويره هنايا، ما غاديش نلصق لكم هاد الفيديوهات، غادي كل فيديو غادي يجيب بوحدو. بالنسبه للمحل غادي نخرج دور كنوريه لكم عند البنات. بالنسبه للاسباس الحنين هو هذا كما راكم تشوفوا، المحل راه جاي اون فاس. ها انتم هذا الظهر ديال الاسباس الحنين، وعارف ماشي نقدر نزيد نخرج لكم حتى لهيها، يعني ما كاينش معايا مصطفى باش غادي نخرج. مهم كتجيو مع المدينه. ها انتم هذيك الدخله من هي ديال الاسباس الحنين. ها هو راه داير هنايا لا كلاص برا، راه باين المحل. المهم غادي ندخلوا هنايا عند محمد. البنات بغيت نقول لكم بلي راه عنده حتى المضادرات. بالنسبه للاثمنه كلها على حساب لامار، كل نظاره بحال هذاك الويسبيطون اللي راه مبانو لي، كاين الويسبيطون كاين رماس. انت شوف الكارتي ديالو كدايره، شوف الماكينه كدايره. نتوما كاين صافيين، كاين بزاف، كاين كريستيان ديو، كاين المهم كاع لي ماركه من عندي هنايا. واه فيهم السلاسل ديالها، كاين حتى السلاسل ديالهم حاجه واعره. مثلا هاي تاسيلين و تجديد، وهاي هي السلسله ديالها تاع البون كليف، حاجه اللي واعره زوينه. شحال هذه كتكون تبقى الا خديتي السلسله مع المينات ديالها كتبقى تقريبا هذه كتقابل 60 درهم وهذه 50 درهم. هذا الصوره صراحه راك داير واحد الثمن زوين. واه بوحدهم الدار كيبيع 80 درهم، كيبيع 60 درهم. انا بالسلسله انا نقص فيها في الثمن. وا كاين بزاف ديال الموديل في السلسله، كاين نفس كتا في السطوك، كاين هاد 60 بحال هكا. انت باغي السامبل تاع غير واحد القليبه انا صغير، كاين هاد الموديل تاع الخمسه اللي كتجي هكا، كتجي هكا زوينه مدليه في هكا على الوجه. عندها واحد لو شارم زوين فاش ديرها على الطاوله. كاين بزاف ديال الموديل، كاين برادا، كاين كاع لي مارك برادا، كاين غوتشي، كاين كارتي. المهم كان في زوين وكاع لي موديل جداد وثمن مناسب. ها بالنسبة عاوتاني لي كوليي، كاين يعني جميع انواع تاع اللويزه وكاليتي واعره، يعني كاينه في فلاش نوكسيدا بطبيعة الحال. ما كنجيبش البلاكيو العادي، انا كنجيب حاجه اللي زوينه وبثمن مناسب، يعني شتي حاجه اللي غارونتي ضاعت لك ولا رجع مرحبا. بالنسبه للثمن ديالهم، هذا الثمن ديالهم 80 درهم، ثمن مناسب، يعني سواء كانت غليظه سواء كانت رقيقه. مثلا شوفي 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 الغولد ديال هادي حتى هي نفس الثمن ديالها، شوفي اللويزه. والموضه كاين في الذهب، البلعه ديالها كاين في الذهب، تقريبا حاجه اللي زوينه وما كدرش. كاين جميع الاشكال ديالهم. يا البنات و تاع الغلد، ها هي هذه غليظه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الغلد. منتج جديد حتى هو الويزا، حاجه واعره. هذا شحال؟ 80 درهم حتى هي 80 درهم، غادي عقيق 80 درهم. الحجر تاعها اللي حوت زوين. لي غورمي تاع عاوتاني كاين موديلات كاملين، هانتي نقربوا للمشاهدين ديالك يشوفوا. هانتوما البنات كاين هاد الموديلات كاين بصراحة، راه عنده موديلات زوينين. شوفوا هذا شحال زين البنات، صبروا جاي فيه ديك الحجيره تمايا في الوسط واعره. هذا شحال؟ هذا 60 درهم. 60 درهم. هانتوما كاين هذا الموديل نتاع لافينيتي، هو معروف في الذهب معروف. شحال هذا؟
حتى هو هذا 65 درهم زاد 65 درهم حتى هو لاسين اوكسيدون كاين حتى هادو حتى هما يبانوا لي واه حتى هما يبانوا لي ولاو عاوتاني كخرجوا كانت ماما عندها سلسله بحالها دب كاين كاين هاد ستيل وكاين هذه ما كتزيدش في الاخر في لاطريه واه عندها بلع واحد كاين عندي واحد الموديل اخر راه داير له عليه فيه البلع والزياده تزيدي وتنقص واه هادو شحال بعدا هكا هاد اونسون بجوج بهم 14000 14 درهم ثمن زوين الثمن الصراحه زوين كاين هذا وكاين هذا هذا جبت له واحد جديد هذا راه معروف حتى هو راه طوندونس في تيك توك عنده البلع ديالو ديال الذهب البلع ديال الذهب ماشي العادي هانتوما مع البنات شحال تقيله شي دوريه شويه والله القسم بصح شفتو هذا يسلط عليهم الشبه هذا ديروا غير في المناسبات والله الا صراحه زوين هذا هو عارف زوين الثمن شحال الثمن 170 درهم 170 درهم زوين هذا صراحه فن شحال هذا ثمنه حتى هو نفس الثمن 60 درهم 60 درهم المهم ها نتوما غاديش تلقايو جهه واه والله الا وما وري مرون حتى هاد المجدول المجدول تاع العنق انا دير فيهم صوم ثمن زمان دير فيهم 100 درهم 100 درهم الحجر تاعهم حاجه زوينه نتوما عرفتوا في اللبسه ديالهم البنات كيجي خطير خطير في اللبسه ديالهم هما هذا الاقبال كبير صراحه وخا تقداو لي شويه اللوارات غادي نجيو ان شاء الله يكون موفرين في هذه السيمانه ان شاء الله غادي تدخلوا اللوارات ديالهم كاملين ديك على الاقبال تاعهم ان شاء الله غادي يكون توفرين حتى التكشيطه هادو هدف من بعدا الشهنا انا ان شاء الله غادي ندير ان شاء الله انا نجي ندي عليه وحيد ربي يخليك شوفوا الخوات ملي راهم عنده صراحه اللي كيعجبها هكا شي حاجه رقيقه المهم ما ديروش على هذه راه جايه يعني كبيره صراحه راهم عنده انا غادي نوريكم شوفوا بحال هذا ستيل هذا هبلني واه الغليظ وفيه الرقيق هبلني هذا طور اول واه شوفوا هذاك ديال الصمطه اللي قال لكم شوفوا شحال زوين تبارك الله بالنسبه للثمن ديالو هذا هذاك يبقى 65 درهم 65 درهم صراحة أثمنة دايرهم مناسبة البنات وها هما نعطيكم فكرة على الخواتمات اللي راهم كاينين هادو راهم تقريبا هاد الموديلات تقريبا كاملين كاينين في الذهب وأغلبية تاع لي تاع هاكا الخوات اللي بدر عندهم لي براسلو ديالهم راه كاع تقريبا كاع هاد لي باك هنايا راه عندهم لي براسلو ديالهم هاد كاين موديلات بزاف هاد الموديلات كاينين في الذهب تقريبا كاين هاكا مع الخاتم ديالو كيجي واعر اونسومبل واعر في اليد يعني اللي بغات تماريه اللي ما بغاتش بغات ديها واه السلسله ديالو تقريبا ها هي هاد الموديل واعر السلسله انا غادي نوريكم السلسله صراحه زوينه حتى هي الموديل ديالها يهبل هاد الموديل جديد تاعها كاين حتى الكورمي ديالها واه يعني ديري اونسومبل هكا يجيك واعر والله لا فنه انتوما نوريكم هنا في هذا عاوتاني شوفوا هذه شحال زوينه كاين شي حاجه اللي رقيقه ها نتوما اللي كيبغي هكا شي حاجه رقيقه كاين هذا الموديل هذا شوفوا هذه شحال زوينه عاوتاني شوف تقريبا راه كاع لي موديل هنايا راه كاينين في الذهب الأغلبية تاع لي موديل كاينين كاملين يعني هكا الثمن تقارب 60 درهم ولا حتى المريات اللي كيكونوا ديال زوج كيكونوا شي طاعين في الثمن لا بالنسبة لهادو يعني اللي هكا ديال واحد وحدة ثمن مناسب راه واللي جا مطرف أصلا اللي كيجي مطرف راكم كتصايبوا معاه الحمد لله يعني جاو عند الناس ديالك مبركان جميع أنحاء ايوا تحيه ليكم منايا واخا ما عرفتكمش المهم اللي كانوا جاوا عند محمد يخليو لي كومونتير يقولوا لي حنايا واش يخليو لي كومونتير واش تعاملت معاهم مزيان ولا ما تعاملتش لا لا راه باينين وجوه زينين بالنسبه لهاد لي مونتر هادو عاوتاني يعني حاجه راه معروفه وكاليتي ديالهم واعره في لي سيت راه كاين اللي داير لهم 45000 كاين اللي داير لهم 35 كاين اللي داير لهم 40 انا درت لهم ثمن مناسب 820000 علي شادي نقول لك ثمن ما تلقايوش جهه اخرى شوفي لا فينا سوديو الساعه كي دايره
اللي بغات شي ساعه لراجلها ولا خوها ولا خطيبها ولا شي كادو زوين راه كاين وفيها جميع الاشكال وجميع الالوان. هي تقادوا ليا ما دابا ما راهش متوفى ان شاء الله غادي يوصلوني في اخر الوقت. فيها كاف الكري كاف الكري هذا اللون زوين نعم يعني بالكتالوج ديالها بالبواط ديالها داكشي يعني همه فهمتي. كاينه هاد في النوار شوفي البلع ديالها وعني ضد الماء هادي واخا تقيسها الماء ولا ما كانش حتى ما كانش شي مشكل عادي وخدام فيها يعني كلشي كلشي خدام فيها الكرونو الساعة يعني الحاجة اللي باينة. المهم البنات ها ما عاوتانيك الحوالق كاين هادو اللي كيتمشاو هكا على حساب اللي عندها متقبه ودنها هو ديال ثلاثه مثلا هكا شوف اللي دايره ثلاث تقابي ولا يعني كتجي هكا اونصومبل جي زوين الفوقانيه تجي مع التحت مع الوسط مع التاليه كاع تجي هذاك الشيء اونصومبل جي واعر. وكاين هادو كاين هادو شوفي الله جبتها هذه واعره بزاف كاع شوفي هذه تاع كريستيان ديور هذه موديل جديد تقريبا قليل بزاف كتلبس على جوج جوايع كتلبس هكا وتلبس عاوتاني كتجي هكا طويله فينا شحال هادي؟ هادي 80 درهم 80 درهم واه حتى الكالتي ديالها الكالتي زوينة بزاف كاع كاين هادو عاوتاني كنت على الكوك شحال دايرين؟ هادي اللي هما 60 درهم 60 درهم تمام زوين كاع كاين حتى الأونسوم ديالها واه في حلقات فيها كولية فيه كلشي كاين هاد لي غورميت عاوتاني تاع الخيط هادي ما جبتش فيهم هادوك السناس اللي راهم راني شفتهم راهم تما طونطون شفتهم تما غادي نجيبهم ان شاء الله ان شاء الله ولا عاد يكونوا ان شاء الله ان شاء الله. المهم واحد السناس اللي راني شفتهم واه فنين هانتوما كاين البنات حتى الحلقات العاديين هانتوما كاين الصغار كاين المويان. بالنسبه للاثمنه شحال كيكونوا تقريبا كتكون 25 20 الثمن مناسب حتى هما يعني ما يبيعوش ما يضيعوش حاجه زوينه ديال الدوش راه مداهم عليا وشكرهم الناس ديالك راهم جاوا داهم خداوهم الحمد لله خدات شي حاجه تخلي لنا كومونتير تقول لنا كيجي هذاك الشيء والله الا مرحبا مازال ان شاء الله تكون سلعه جديده ان شاء الله ان شاء الله انا راني جيت ديك المره وراني ما لقيتوش ايوا وليت الا مسبتو هذه المره. بالنسبه لهذوك كاينين هذوك لي غورميت هادو اونصومبل هادو كيكون شوفي براسلي مع الخاتم ديالو هذا ثمن واعر كيكون الثمن ديال فيه 130 درهم 130 درهم ديال الخاتم ديالو شوفي لافينيسي ديالو راه كاين تو في الدرج على الكيلو موديل جديد كاين هذا هما كاع عارف تقريبا من الخاتم ديالو كاين هذا تاع عصير الصابون هذا راه معروف شوفي لافينيسي ديالو في حتى السداله ديالو ديال الذهب هذا اللي شوف انت انا مهم بالنسبه لهادو الثمن بقى حتى هو يبقى 130 درهم 130 زوين كاع بزاف ما يقاو في جهه اخرى حتى كاين هذا انت على تبغي شويه البلدي هكا تاع لويزا البلدي مخلط مع العصري هذا شحال يبقى هذا 150 درهم زيد عليه 20 درهم عشان الغولد وداك الشيء ديالو ما فيهش ديالو وكاين هذا عاوتاني كفن تشوفوا اللي تبغي شي حاجه من فوق هكا يعني يجي باين في اليد هذا راه كاين حتى هو كاين في الذهب هذا الموديل هذا شحال هذا كاين هذا 150 درهم 150 درهم ولا سين اوكسيدون حاجه ديال دائما تحافظي عليه ضرب لك حتى تشوفي كاين هادو راه معروفين خرجوا عصير الصابون كيقولوا لهم سمع الصوت ديالهم ديال تاع الله يرحم هادو تقريبا كيما قلت قبيله كيتمشاو مع هذا و بحال هكا شي كيبس هذا مع هذا يجيو داك الشيء ولا مع الرد كل عادي يجيو حتى مع الرد كل عادي الرد كل عادي تقدر تلبسيه مع هذا يجيو افضل يجيو مع هذا احسن مع الشراك و الشراك ديال سبعه يجي هكا مع هذا احسن جين خطير هذا هو ما هذا موديل كامل كاين في الدار حاجه اللي واعره وعندها كواليتي زوينه بنات بغينا نهضروا لكم على واحد البرومو خطيره راه دايرها محمد المهم غادي يشرح لكم
هذا البرومو هذا كيكون من 4 ديال القطع. الحاجه الاولى هي تاع الزيتون سمرا معروفه. تبغي دير الخضره هكا مثلا على حسب الشعر، دير خضره على حسب الشعر ولا حسب لوكور، يعني مور الدوش ولا كتبقى ريحه واعره مده طويله. كيتكون هكا من الزيت تاع جونسون، زيت جونسون قرعه كبيره، ومسك الرمان، مسك الرمان حتى هو الحر شي حاجه اللي زوينه، مسك الطهاره حتى هو عاوتاني الحر حاجه زوينه عندي، ماشي داك الخفيف اللي كدير منه مسك قرعه وما يطلقش الريحه هكا قيل قيل وخاسر، وداك الشيء مركز واعر زوين حتى الريحه ديالو اختي دينا راه منا كنشمو راه كي والله الا زيني. كاين هذا تاع انا الابيض، كندير لك البارفان اللي بغيتي، الابيض ولا انيرة العرب ولا المهم كاع لي بارفان تاع العود كتخلطيهم معاهم، يعني تخليطه انت كدي كتخلطي انت دركي باش تفهمهم. يعني هاد القريعه تيخلطوهم كاملين في هاد القرعه ديال جونسون بزلافه ولا يعني ايه القياس احسن ديري شويه كل شويه شويه حاجه كتقري حاجه وانا كتبقى واحد المده طويله في لوكور ولا في الشعر. بالنسبه للدارة تاع الشعر ما كيدير الشعر حيت ما خالين برودوي شيميك، ما فيهمش لي برودوي شيميك، هذيك الزيت خالي كيديروا للاطفال. هاد عاوتاني كاين زيوت عاديه ما كيديروش الشعر ولا حاجه اللي ايفيكاس، انا ما غاديش نعطيك شي حاجه اللي تضر المشاهدين ديالك. ربي يخليك. هاد الثمن ديال هاد الباكيا ما كيبقى 80 درهم 80 درهم 80 درهم وثمن واع، يعني هذا بوحدو انا كنبيعو 40 درهم 35 درهم، اللي كنجي تطلع حساب انا غايجيك 120 درهم والله انا هذا 80 درهم. المهم هاد البرومو شحال غادي تبقى باش البنات يعرفوا من العيد ان شاء الله ان شاء الله غادي ان شاء الله. مهم يعني راه 80 درهم راه كما نقولوا واه قبل كبير صراحه خداوه الناس، يعني ما تمنوش تلقاوه في جهه اخرى. الله يعطي احبابي. وبالنسبه حتى للعطور كما قلت لكم المره اللي فاتت واه راهم عنده. يلا يلا يا راه يا راه جبتها واه نصوب عليها بزاف واه يلاه دخلت هذا يلا هاد السيمانه ولا واه انا حاجه جديده وزوينه حتى هي تقدر يعني تميكس بلاصه واه تقدر يعني مهم بهذا العطر هذا يعني اللي بغيتوه يا راه ولا اميره العرب ولا اللي بغيتي العطر واه عنده حتى لافي ايبال تاع لافي ايبال كاين اسكادار واه مهم راه عنده العطور كاملين واه وحتى لي برودوي كانوا البنات يقولوني قال لك بغاو شي واحد اللي في المدينه. المهم ها هما واه ها هما عند محمد يعني كما نقولوا راه قريب حتى هو في وسط المدينه يعني ما غاديش تلقاو مشكل بين... سيرومات تاع الشعر هذا زوين هذا ديجا انا كنت كنستعملو هذا شحال راك داير له؟ 25 درهم راه راكم كما نقول داير فيه واحد الثمن اللي مناسب زوين هذا كاين هذا وكاين هذا سيروم هذا كيخدموا به الكوافور بزاف ياك الريحه ديالو واعره هذا شحال؟ هذا كيبقى حتى هو 25 درهم 25 درهم سيروم واعر هذا كيبقى مده طويله الريحه ديالو واعره زوينه بزاف لي سيروم راه عندي شي حاجه زوينه سيروم شي حاجه هكا بحال ديال تاع ايسيف كاع يدخلوا هذا الحليب تاع فازلين معروفين فيهم كاع اللوان هو معروف شي حاجه اللي واعره هذه خطيره واعره هذيك ريحتها واعره تطب مزيان 30 درهم ياك 30 درهم كاين لي سوفت هكا يعني بجميع لي طاي هكا كاين صغيره كبيره عندي شي حاجه اللي اوريجينال هي كاينه هي ونيفيا نيفيا تهيرة فيها نيفيا شحال هاد دايره؟ كاينه الكبيرة كبيرة دايره 25 واه وهاي الموايا دايره 15 درهم هي حاجة أصلية ماشي كوبي هاي قلنا الموايا 15 والصغيرة 10 درهم 10 درهم هو جميع الأحجام نتوما هي حاجة اللي أوريجينال حاجة زوينة هما اللي صفتهم تاع اليد تقريبا لي كريم تاع اليد اللي بغات تصوفت ولا كاين هذه العادية 15 درهم وحاجة زوينة هي 25 درهم بالنسبه ل الجيل دوش الجيل دوش البلسم ديال الشعر كاع كاع اللي حطهم كاينين تاع اليد خادم بالنسبه لعاوتاني ك لي غلوس ريسيل لي روجال البنات شت عند هذا عرفتوا البنات هذا انا كنت كنستعمله واعر هذا فن هذا
اكثر الحلول شوفوا واه هذاك فن ها هو هذا محلول حلول هذا واه باش ما تحلش هذاك التراساج ديالو هذا خطير هذا يعني الا ديتوه تديوه على حسابي انا نقول لكم فن شحال داير له 10 دراهم الضفار شحال راك داير لهم 10 دراهم الشفار الشفار عمر شحال راك داير لهم حتى هما 10 دراهم المهم البنات ها هو راه داير فيهم اثمنه اللي زينه يعني ما غاديش تلقاوها منا ولا منا ها هما كاين ديال الحبه الحبه شحال كاين الحبه تاع 5 دراهم كاين اللي المهم على حساب المهم البنات هاكو تسمعوا بودنيكم يعني اثمنه اللي مناسبه البنات بغيت نهضر لكم حتى على هذا راه عندي خوه فن هذا كيرطب حتى الشنايف واعر واعر هذا شحال راك داير له 12 درهم ياك هذا في السوق راه داير 50 درهم حنا دايرين له 40 درهم 40 درهم واش كبير هذا باك كامل ديال الشفا فين تاع الويفيرا وكاين هذا المهم ها هما راه داير لهم 45 واعر واعر لا 40 درهم نقص هذيك 5 درهم اه 40 درهم لي باليت البنات هما كاين عنده ما عنده خصكم تجيو راه كيما كنقولها لكم ديما راه خصكم تجيو وتشوفوا بعويناتكم كاين حتى هادي كنت وريتها لكم ديجا واه هادي شحال راك داير لها 130 درهم 1000 واه هادوك الماس تاع كاين الكاليتي زوينه وا دير لهم 7 دراهم وا كاين هادو 7 دراهم وكاين هادو 25 هادو حاجه زوينه شنو تمام مناسب ها داير والله الا راه داير مع اثمنه اللي زوينه بالنسبه للريسول كاين شي حاجه كاين ماسكارات ماسكارات راه ما كاين زعما انواع على حسب الشتات كاين رقيقه البيضه بحال هذه هي الايسونس هذه واه هذيك انا كنستعمل الموف كانت مقطوعه كاين الغوز ديالها واه يلا غادي تدخل ان شاء الله هاي الغوز ديالها كاين بزاف واه غادي شوفي حاجه اللي واعره هاي الشيته ديالها كي دايره واه حتى الكحل ديالها يعني داك الاخر واعر من بعد هي اللي ندير بها انا يا درب واه حاجه زوينه تاع هي ملي ماسكارا كاين تقريبا كامل وحتى المهم ليسونسيال اثمنه زينه هادشي اللي غادي نقول لكم انايا الاثمنه عنده مناسبه بنات وصلنا للتالي ديال الفيديو كما كنقول لكم ديما مرحبا بكم اي محل اللي كنمشي له مرحبا والف مرحبا وراه ما كيحشمونيش وما كيضيعوش مع الناس اللي كيجيو من طرفي وبغيت نقول لكم كي العاده ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم والبارطاج البارطاج البارطاج باش حتى القناه ديالي ان شاء الله طلع وتزيد لقدام المهم نخليو محمد مع اخر كلمه مرحبا بكم يعني اللي جا من الطرف نتاع دنيا يعني راه المحل ديالو مرحبا بكم والثمن يكون مناسب يعني اللي جا يقول لهم طرف تاع دنيا ان شاء الله وندير معاه ثمن زوين مرحبا بكم من جميع المدن يعني بركان زرادة كاع اللي جا من هنا مرحبا به ربي يخليك اخويا محمد الله يحفظك يلا البنات الله يحفظكم نلقاو فيديو جديد باي باي